تعالوا بقى نروح لخبر أثار الجدل منذ الأمس الخاص بسلاسل الصيدليات عزبي ورشدي، صيدليات العزبي ورشدي اللي الصحة قالت إنه تقرر شطبها من سجلات الصيادلة نهائيا. أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان. وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماءهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة. كما تم شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماءهم في الحكم الصادر في الاستئناف نفس الرقم 5213 لسنة 134 لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة. وقالت الدكتورة نهال الشاعر رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أنه تم إخطار النقابة أواخر يونيو الماضي بهذا القرار بناء على الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن. كانت محكمة استئناف القاهرة قضت مارس الماضي بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بإسقاط عضوية أحمد العزبي وحاتم رشدي أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدلي آخر إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة. إحنا معانا دكتور محفوظ رمزي للتعليق على هذا الخبر. أهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا فندم. يعني احنا من امبارح واحنا بنسمع تصريحات متضاربه الحقيقه، يخرج الدكتور العزبي والدكتور رشدي على الفضائيات بينفوا يعني انه الجهه اللي اصدرت هذا القرار هي الجهه المفروض تصدر هذه القرارات، في حين ان النقابه بتقول القرارات صحيحه وانه هيتم تنفيذها. احنا عايزين نفهم من حضرتك. هو احنا عندنا قانون لمزاولة مهنة الصيدلة 124/55، القانون دوت فيه بعض المواد فيه بتحدد ان من الصيدلي يملك صيدلتين فقط ويدير صيدلية واحدة. ومادة 78/79 نصت على عقوبات معانا في القانون ان اي تحايل عن المادتين دول يتم تغريم الصيدلي او شطبه من سجلات النقابة ووزارة التربية ووزارة الصحة. القصه في اللغط اللي حاصل ان ناس مش مدركه التسلسل بتاع الاحداث. تمام. الصيادله المعنيين او اي صيدلي بخلف القانون بيتحول للجنه تحت النقابه الشرعيه. لما يثبت ادانته في النقابه الشرعيه بيترفع ويتحول لجنه تاديب بالنقابه العامه. اللي حصل ان الدكتور العزبي والدكتور روي بعض صيدليات ثانيه بغض النظر عن اسماء اتحولت للجان تاديب في النقابه العامه في 2011 وتأيد الحكم في الاستئناف في النقابة العامة في 2012. وبدأ يحصل استئناف من الطرف اللي وقع عليه الضرر عن طريق لجل المحاكم، وصدر حكم نهائي في 6/1/2019 بنفس المنطوق اللي حاصل بشطب المخالفين لقانون مزاولة المهنة. وتم طبعا تبليغ النقابة العامة، وبدأت النقابة العامة تتواصل مع الجهات المعنية مع الإدارة المركزية للتراخيص الطبية العامة اللي هي الخاصة بالتراخيص الغير حكومية. تمام. الجهة ديت اللي هي في وزارة الصحة بتعمل ايه يا فندم؟ الناس عندها لغط في فرق بين ان في جهة بتمنح ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي. لكنها لا تمنحه رخصة الصيدلية. تمام. يعني في فرق ما بين مزاولة المهنة وما بين مزاولة مهنة الصيدلية ورخصة الصيدلية. تمام. فالجهة ديت بعد ما النقابة خبطتها وقالت لها ان في حكم صادر نهائي بالاطراف الفلانية فلان وفلان، فبالتالي ردت الجهة على النقابة وقالت ان احنا شطبناهم من سجلات وزارة الصحة وده دوركم انتوا تشطبوه من جدول نقابة الصيدلية. من عارف حضرتك ان لازم الصيدلي لمزاولة مهنة الصيدلية لازم يبقى ليه رقم قيد عام في نقابه مصر. ده القصه اللي في فرق كبير بين ترخيص مزاوله المهنه وده بيحصل عليه اي صيدله واخد عليه بكالوريوس الصيدله وبيقيد في جدول النقابه العامه عشان يمارس مهنته عشان يملك صيدليه او عشان يتعين في الوزاره او عشان يتعين في الصيدليه. تمام. دي
دي اللغط اللي حاصل. فالقصه اللي يعني معلش مع احترام الجميع الاطراف المذكوره في القضيه، لكن الكلام ده حصل فعلا موثق، يعني الموضوع مش موضوع اقاويل. طيب. وموضوع استهابات شخصيه. احنا دلوقتي شايفين او عرفنا انه الصيدليات اللي باسم الدكتور احمد العزبي والدكتور حاتم رشدي هما صيدليتين فقط لكل منهما اللي باسمهم. هل هو دي هو معلش مع تصحيح معلومه، في احد الاطراف فيهم لا يملك صيدله باسمه نهائي، هو عباره عن عامل شركه اسمها إدارة الصيدليات. نعم. والشركة دي شركة مساهمة مصرية، وللأسف الشديد وزارة الاستثمار بتديهم تصريح لكده بالمخالفة لقانون وزارة النفط والصيدلة. طيب. وزارة الاستثمار ما عندهاش خلفية عن قانون وزارة النفط والصيدلة. احنا خاطبناها في النقابة الصغيرة قبل كده أكثر من مرة، إن هم بيعملوا حاجة اسمها إدارة الصيدليات أو تطوير صيدليات، هم غيروا دلوقتي المفهوم، هم النقابة عندنا اتحركت غيروا المفهوم من إدارة لتطوير. تمام. هو نفس المعنى في الآخر، هو في احتيال على القانون. القانون واضح وصريح ان الصيدلي يملك صيدلتين فقط. طيب. ويدير صيدليه واحده. قيل يا دكتور محفوظ انه القرار ده هيطبق على الصيدليات اللي باسم الدكتور، يمكن اللي سمعته عشان برضو ابقى دقيقه، دكتور احمد العزبي. لو تلاحظ حضرتك ذكرت ان في ناس خدت احكام بالايقاف لمده سنه. وفات منهم فعلا 8 شهور. الاطراف اللي بقى دايما قانون، حتى القاضي لما بيتعامل، ده وجهه نظر شخصيه، اتعامل بروح القانون. ان قد يكون الصيدلي يتعرض لضغوط او كيس او كيس، فبيقول له والله انا وقفتك لمده سنه فانت راجع نفسك. فالصيدلي المفروض كل الصيدله اللي بقى اسمها بالمخالفه القانون ليه دخيل او سلاسل، او انا بركز على كلمه دخيل لان المشكله عندنا مش في السلاسل بس، لا في عندنا 20,000 صيدليه يملكها غير صيدله. كل الصيدلي في مصر. طيب برضو عشان الناس برضو تبقى فاهمه، يعني هل كل الصيدليات اللي تحمل اسم العزبي ورشدي هيتم غلقها؟ بص يا فندم، الحكم صادر على شخص واتشطب من النقابه ومن سجل النقابه. لكن في بعض الصيدليات، ما بقول لحضرتك في طرف مثلا فيهم عنده، على فكره كل طرف فيهم عنده فوق 100 صيدليه. تمام. اكس بايع صيدليته الواحد منهم. احنا لسه الصيدلي اللي بايع اسمه الحكم ما تعرضلوش اشخاص، تعرض لبعض منهم، لكن لسه الباقي. لكن احنا هنطبق حاجه اسمها معامله بالمثل بعد كده، فانا بقول لكل صيدلي يعني باع اسمه لشخص غير صيدلي او لشخص صيدلي ثاني يملك اكثر من صيدلي، يراجع نفسه الفتره الجايه. مش معنى النقابه تحت طائله الحراسه ان القانون يجمد، لا، في قانون بيطبق على الكل. طيب سؤال اخير يا دكتور محفوظ، دلوقتي في سلاسل صيدليات اخرى الناس بتتساءل ليه تحديدا الصيدليات دي بس اللي بيتم التعامل معاها؟ نقابه القاهره يعني بتتحرك بشكل موازي في الموضوع، مش في الموضوع، مش موضوع فلان بس ولا اصل. بص يا فندم، السوشيال ميديا والميديا والكلام ده عشان كده احنا بنوضح، اصل السلاسل دي اصل ده من خدمه فلان، زي طبعا في اشاعات كبيره جدا. أيوه. لدرجه ان في احد السلاسل اللي هو اسمها على رقمها. ايوه. يعني في بعض الناس بتروج ان هي تبع الجهه السياديه، الكلام ده ما حصلش، دول مجموعه من الاشخاص فعلا، قد يكون في تمويل خارجي من بره. أيوه. لكن احنا دي مش شغلتنا، انا شغلتي ادور على الشيء اللي يخصني فقط. موضوع بقى الترويج لفلان او فلان ده طبعا مش موجود. احنا كنقابه القاهره لنا كلب مثالين، نقابه القاهره من افضل النقابات على مستوى الجمهوريه اللي اشتغلت شغل كبير جدا في موضوع السلاسل بغض النظر عن تطبيق القانون. انا كنقابه مش جهه تنفيذيه. انا بقول بودي الورق وبسعى مع الجهات المختصه في البلد، والله يا جماعه احنا كسبنا قضيه اتفضلوا نفذوا. المفروض الحي او الجهات المختصه المحافظه او وزاره الصحه مصدره الرخصه بفرق كبير من يا فندم الحكم لم يتطرق لرخص صيدليات، الحكم يتطرق لمزاوله المهنه. تمام. ما ترتب على ذلك ده شغل بقى القانونيين وشغل مين؟ الجهات المختصه التنفيذيه في وزاره الصحه. اشكرك جزيلا. لكن نقابه القاهره بمنتهى الامانه، مش عشان انا في نقابه القاهره، لا تكلمي مثالين، بتشتغل بطريقه واحده. قد يكون الموضوع ماشي بتسلسل معين جاب الناس دي في الاول، لان الناس دي كان اكثر ناس ما بينها في القاهره كان عندها صيدليات كبيره، جت بعد كده ظهرت صيدليات ثانيه، برضه احنا مكملين ان شاء الله لاجل الصيدليات. واحنا هنتابع مع حضرتك يا فندم، بشكرك جزيلا دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه تصنيع الدواء بالنقابه العامه لصيادله القاهره.